بعد فترة اختفاء طويلة عن الأضواء، ظهرت في الساعات الماضية صورة للفنانة المصرية شيرين سيف النصر بعد غيابها لمدة 12 عام منذ آخر ظهور لها على المسرح مع الفنان عادل إمام. وتم تداول الصورة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأشاد النشطاء برشاقتها وجمالها الذي لا زالت تحتفظ به الفنانة صاحبة 55 عاما. الفنانة شيرين سيف النصر بدت في الصورة بمظهر جذاب كعادتها وبزيادة وزن قليلة، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا. ويأتي ظهورها بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث كان آخر ظهور لها في عام 2011 من خلال مسرحية بودي جارد مع الزعيم عادل إمام، بينما كان آخر مسلسل لها هو مسلسل أصعب قرار الذي عرض في عام 2006 مع الفنان أحمد بدير والفنان رياض الخولي وغيرهم. الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أيقونات حقبة التسعينات، وهي من مواليد عام 1967، وتخرجت في كلية الحقوق، وبدأت مشوارها الفني في عام 1986 باكتشاف من الفنان يوسف فرانسيس، حيث كان أول ظهور لها من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة. وقدمت الفنانة عدد كبير من الأعمال المميزة سواء في السينما أو الدراما المصرية. ومن أبرز أعمالها في الدراما المصرية مسلسل غاضبون وغاضبات ومن الذي لا يحب فاطمة. وفي السينما شاركت الفنانة مع الزعيم عادل إمام في فيلم النوم في العسل وفيلم أمير الظلام، واللذين حققا نجاحا كبيرا. كما شاركت في بطولة فيلم سواء الهانم مع الفنان الراحل أحمد زكي. وبعد مسلسل أصعب قرار في عام 2006 اعتزلت الفن وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستقرت هناك برفقة بعض أفراد أسرتها. وتعرضت الفنانة شيرين سيف النصر للعديد من الإخفاقات في حياتها، وأصيبت بوعكة صحية إثر وفاة والدتها، وكان ذلك من أسباب تركها للفن وهجرتها للخارج، حيث عاشت فترة في دولة الأردن.